السلام عليكم ورحمة الله. اليوم سنكون مع آيات عظيمة من آيات كتاب الله وردت في سورة إبراهيم، وهي مثال رائع عن التشبيه في القرآن الكريم وعن عظم الدلالة والبلاغة في هذا القرآن العظيم. كونوا معنا. لغة وقرآن وعلم يغتنم، فلنبعث الأنوار من رحم الظلم. فالله أخبرنا بنص كتابه في محكم الآيات، علم بالقلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما ذكرنا في كل حلقاتنا، القرآن العظيم كلام الله المعجز، لذلك جاء بدلالات عالية وبأساليب عالية، وأحد هذه الأساليب التشبيه في القرآن الكريم، وقد ذكرنا أمثلة عن ذلك في حلقات سابقة. واليوم سنكون مع آية وردت في سورة إبراهيم، وهي مثال رائع عن التشبيه في القرآن الكريم. يقول الله تعالى في سورة إبراهيم: مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وهنا في هذه الآية يشبه الله أعمال الذين كفروا بضياعها وذهابها هباء، وبأنها عديمة الفائدة، وبأنها لن تنفعهم في شيء. يشبهها برماد تذروه الرياح وتذهب به بددا إلى حيث لا يتجمع أبدا وحيث لا ينفع أبدا. ولنتأمل الحروف والكلمات والجمل الواردة في الآية، فنجد كل كلمة مستقرة في مكانها وتأخذ موضعها الصحيح بين الكلمات الأخرى، وكل جملة مرتبطة بالجملة التي قبلها والجملة التي بعدها بتناسق عجيب وترابط عجيب، وكل جملة تؤدي إلى الجملة الأخرى بسلاسة وبتعبير عال جدا، فلا قلق ولا اضطراب، والتعبير عال جدا بدقة وصدق. ولنتأمل مخارج الحروف في الآية وأصوات هذه الحروف، وكيف تنتقل بنا لتعبر لنا عن صورة عظيمة من صور العذاب التي يمكن أن تأتي من رب العالمين. فيشبه الله تعالى أعمال الذين كفروا بالرماد، ولننظر إلى كلمة رماد وخفتها على اللسان وكأنها شيء خفيف لا قيمة له. ثم يعبر الله تعالى بتعبير أعلى بأن هذا الرماد اشتدت به الريح، ولنتأمل كيف أن الرماد خفيف وبأنه لا قيمة له، وتأتي بعده كلمة اشتدت لتعبر لنا عن الشدة وكيف يذهب هذا الرماد هباء. وليس هذا فقط، فليست الأعمال كالرماد ولكن اشتدت به الريح، وليس هذا فقط بل اشتدت به الريح في يوم عاصف. فتأمل أخي المسلم بضع كلمات كيف عبرت باقتدار شديد وبدلالة عالية عن مدى ما حدث بهذه الأعمال التي لا تنفع في شيء، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. أربع حالات متتالية تعبر عن قدرة الله تعالى في أخذ هذه الأعمال. فكما قلنا كلمة رماد تعبر عن خفة هذه الأعمال وعدم نفعها، وكلمة اشتدت توحي بمدى قوة هذه الرياح ومدى سرعتها ومدى ما تفعله. ثم لتأتي كلمة عاصف لتعبر عن العنف الشديد في أخذ هذه الأعمال. ثم يقرر الله حقيقتين في نهاية هذه الآية، فيقول عن الذين خسروا أعمالهم ولم تنفعهم أعمالهم: لا يقدرون مما كسبوا على شيء، فهم لا يملكون أي قدرة أو أي استطاعة على الانتفاع بهذه الأعمال بعد أن أصبحت كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. ثم يقرر الله الحقيقة العظيمة: ذلك هو الضلال البعيد. وهل أشد من هذا الضلال أن تضيع الأعمال هباء فلا ينتفع منها أحد في شيء، وذلك هو الخسران المبين. اقرأ هذه الآية أخي المسلم وتدبر معانيها وافهم كل كلمة فيها، وتأمل ذلك التناسق العجيب، وتأمل الحروف، وتأمل ترتيب الكلمات، وتأمل ترتيب الجمل، لتصل إلى مشهد كامل عن
كيفية ذهاب هذه الأعمال وأنها تضيع هباء ولن ينتفع بها الكافرون. هذا هو قرآن العظيم، وهذه هي لغتنا العظيمة، وهذه هي المعجزة الخالدة، القرآن الكريم. نسأل الله أن نتدبر هذا القرآن وأن نعمل به. اللهم أعنا على شكرك وعبادتك وطاعتك يا رب العالمين. تحياتي الدائمة لكم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.